لهذا أحيانا اليوم الناس قد لا يسألون عن دينه الشخص، لكن يهتم بالجانب الأخلاقي، يقول كيف فلان أخلاقه، زينة ولا ما زينة، كيف يتعامل معنا، يمكن ما يصلي لكن عنده أخلاق، قال برا يزوجه إن شاء الله تعالى أتأثر عليه الحرمة وأيستقيم بإذن الله، لأنه دائما الأخلاق مالها رادع تردع الإنسان. يذكروا أنه الإمام الخليلي رحمه الله تعالى عين رجلا اسمه سعيد بن حمد الرواحي، عينه واليا على العوابي. وطبعا هذا الرجل مرة من المرات واحد من أهل العوابي قال، يقول له الشيخ سعيد، يقول له مد رجولك مد رجولك، قال له عنه مد رجولي، قال انت مد رجولك بغى اشوفهن، تو انت فيك رجول انسان ورجول يعني نقط نقط، هو ذكر له انتم فاهمين، ذكر له اموه، لانه كان الشيخ هذا سعيد بن حمد كان يطوف ليل نهاره يتابع المنطقه ويتابع القريه، من المظلوم، من المحتاج، من السائل، وكلا يعطيه حقه. ذاقوا منه ذرع، قالوا تعبنا، هذا سوانا، ما أعطانا حريتنا أبدا، ما أعطانا حريتنا، موتوا الحل. قالوا إحنا نسير نشكيبوا عند الإمام الخليلي. لما ساروا عند الإمام الخليلي حتى يشتكيوا عليه، مو قالوا حل الإمام، قالوا للإمام الشيخ سعيد بن حمد إنسان طيب وخلوق، لكن نعيب عليه أنه يدوخ زقارة، يدخن على ما لقيوا له شيء. إنزين الإمام الخليل الحكيم قال لهم الشيخ سعيد بن حمد ما من تقوى، ما وصل يعني درجة التقوى، لكن مروته وأخلاقه تمنعه أن يشرب الزقارة. قال مو مروته وأخلاقه منعته أن يشرب الزقارة، حاشا الشيخ سعيد أن يشرب زقارة، لكن توه ما باينه، لكن مو كان الاتهام أنه يشرب السيجارة، وهي ليست من الأخلاق ولا من المروة، وقبلها ليست من الدين. لكن هنا بغى أوصل لكم شيء، أنه أحياناً الأخلاق هي التي تردع الإنسان من فعل المعصية. حتى في الجاهلية يعني هناك من امتنع عن شرب الخمر، ليش؟ لأن أخلاقه تردعه عن ذلك. هناك من امتنع عن الزنا لأن أخلاقه تمنعه عن ذلك. لهذا لما جاء الإسلام وجاء سيد الأنام صلى الله عليه وآله وسلم شجع هذه الجوانب الأخلاقية وحث عليها، إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون، إلى آخر الحديث. وهذه مالها أخلاقيات سيئة جدا.